سيارة فيات إلى سيارة كومبي، وسيارة ميني هذه بسقف عال، سيارات منفردة من معرض ميلانو. مصمم سيارات أكامبورا يهتم منذ عقدين بعلم النفس. على زبوننا أن يشارك بنشاط في تصميم سيارته، فعندما ننتهي نحن من السيارة ويجلس هو فيها سيشعر وكأنه يرتدي بذلة جميلة جدا فصلها خياط شهير. على أساس هياكل السيارات ذات الإنتاج الضخم تنتج نماذج شخصية خلال 4000 ساعة عمل تقريبا. الزبائن من كل أنحاء العالم، كثير منهم من سويسرا وفرنسا. يركز المعرض على تشكيلة مميزة من سيارة فيات 500، ورغم وجود سيارات صغيرة بديلة في المصنع إلا أن هناك زبائن يرغبون في المزيد من التفرد. قبل أن يطلب الزبائن تحويل سيارة كبيرة إلى سيارة مميزة يكتشفونها من خلال أعمال بسيطة مثل فيات 500 أو ميني، وعندما تعجبهم ربما يطلبون فيراري أو بنتلي أو بوغاتي. حول المعرض كورفيت من سيارة مبهرجة إلى سيارة أنيقة. بدأ مؤسس المعرض كارلو كاستانيا عام 1849 بعربات فاخرة. اشتهر كاستانيا عالميا عبر سيارات سباق للملكة الإيطالية وتغيير هياكل المرسيدس. جاء المهندس الألماني بيرغمان إلى ميلانو عام 1913، لأن كاستانيا هو الذي تمكن من تصنيع ألواح ملتوية مرتين، تشغيل السيارة بواسطة شاشة لمس. حتى هذه العربة الشاطئية كانت سابقا سيارة فيات. براد للنبيل وثلاجة وحمام ب80,000 يورو. إن أفضل ما يجسد هذا النموذج هو شعور دولشي فيتا في خمسينيات القرن الماضي، عندما كان أصحاب الملايين مثل أونازيس يرسون يخوتهم في الصيف في كابري أو سان تروبي ويظهرون في سيارات كهذه. النموذج المفضل لدى أكامبورا هو سيارة فيات هذه بمقاعدها الجلدية. لقد زاد في طولها 30 سنتيمترا وصارت قوتها 200 حصان. صنعت عام 1926 أول عربة محطة خارج الولايات المتحدة، وصنعها كان كاستانيا. جميع إبداعات كاستانيا يمكن قيادتها، إنهم يصنعون قرابة 30 سيارة منفردة سنويا. سيارة فيات المغطاة بالخشب تلفت الأنظار في حي الأزياء في ميلانو. جميلة جدا، نموذج قديم، سيارة صغيرة جميلة لكنها رائعة. أحدث تصميم هي هذه السيارة التي تبلغ كلفتها نحو 150,000 يورو. يكمن التحدي بالنسبة إلينا في الزبائن الذين يريدون تحويل سيارة صغيرة إلى سيارة فخمة. لكن التغييرات الطفيفة قد تكون ملفتة أيضا. سيارة ميني هذه دهنت بطلاء فوسفوري خاص، سيارة جذابة لا سيما في الليل.